بعد 8 أشهر اختفت جميع الاعراض اللي كنت اعاني منها وجميع الالام، لم اتناول اي ادويه للبروستاتا بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. جالنا من ليبيا الشقيقه من سنه عشان يتعالج من تضخم البروستاتا بالحقن بالاشعه التداخليه. انا بشوف دكتور ميلاد بعد سنه عشان اشوف اخباره ايه واخبار الحقن ايه بعد سنه. كتير جدا من المتابعين بيسالوني المريض بعد سنه اخباره ايه ووضعه اخباره ايه والتبول وتدفق البول اخباره ايه. فانا الاول برحب بيه. اهلا دكتور ميلاد. مرحبا دكتور اسامه، ربنا يكرمك. الحمد لله على سلامتك وشرفتنا. الله يسلمك دكتور، وانا سعيد جدا ان اكون معك. ربنا يخليك. انا بسالك بعد مرور سنه، يعني اخبار اندفاع البول ايه وتدفق البول ايه، وايه خبرتك مع الاشعه التداخليه بعد مرور سنه من حقن البروستاتا؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ميلاد سعد ميلاد من ليبيا، جامعه بن وليد، كليه الاقتصاد الاربان. انا تعرفت على الاشعه التداخليه عن طريق صديق اجرى العمليه قبلي انا ب4 اشهر، اوضح لي. عندنا عمل عندنا طبعا عند الدكتور اسامه، اجرى العمليه عند الدكتور اسامه طبعا يعني. فالتقينا وتحادثنا حول موضوع الاشعه التداخليه. كانت المره الاولى اللي انا اسمع بها بتقنيه الاشعه التداخليه. نصحني ان اروح، وفعلا يعني بعد 3 اشهر او 4 اشهر جيت للدكتور اسامه في عيادته في ابو بكر الصديق، وكشف علي وكان تضخم البروستاتا وفات ال 100 جرام. يعني ذاك الوقت كنت اعاني فعلا من اعراض صعبه. في يومين دخلت عند الدكتور اسامه في ميديكال بريمير واجريت العمليه بكل سهوله وبكل بساطه وبكل سلاسه. تعامل الدكتور اسامه، طبعا انا ما بيش نشكر الدكتور اسامه هو موجود، ولكن الدكتور اسامه من افضل ما من الاطباء اللي تعرفت عليهم. انا طبعا صاحب امراض يعني قلب وضغط وسكر، فاتعامل مع الميديكال يعني كثير. فدكتور اسامه عاملنا بكل لطف بكل ود. يوم الاربعاء كان اللقاء، يوم الاحد كانت العمليه في التجمع الخامس في ميديكال بارك بريمير بكل سهولة بكل سلاسة بكل بساطة. بعد 3 أشهر رجعت لليبيا، عملت أول كشف على البروستاتا الألتراساوند في مركز البدري الطبي، وكانت النتيجة رائعة جدا من 100 إلى 53. كنت سعيد جدا طبعا، والمعنويات ارتفعت، وكل شهر شهرين كانت الحالة. ربما بعد 8 أشهر اختفت جميع الأعراض اللي كنت أعاني منها وجميع الآلام. لم أتناول أي أدوية للبروستاتا بعد العملية إلا بعد 10 أيام طبعا بأوامر الدكتور والفريق الطبي. وكنت أتواصل مع الفريق الطبي وكانوا دائما يردوا على ملاحظاتي الدكتورة عالية والفريق الطبي اللي مع الدكتور أسامة. فنصحت كل الأصدقاء في ليبيا اللي بعرفهم واللي كانوا يشكوا من نفس الأعراض اللي شكيت منها هنا أن يسافروا لشقيق مصر، وتحديدا للدكتور أسامة وأكثر من صديق أجروا العملية، والنتيجة كلها إيجابية وكلها ممتازة بصراحة. يعني تقنية حديثة جدا، تقنية ممتازة، ما فيهاش أي ألم أبدا يعني. كلها كانت نص ساعة 40 دقيقة و6 ساعات ربما وأقل في غرفة الإيواء، وانطلقت لسكني في مصر الجديدة. وتاني يوم كنت مسافر اسكندرية. فحتى الايام الاولى للعمليه او بوست اوبريشن كما يقولوا كانت سلسه، شويه الادويه كانت كثيره شويه، لكن لمنع الالتهابات طبعا والاشياء الاخرى. لكن بصراحه ومن كل قلبي اهني الدكتور اسامه بالانجازات العلميه الطبيه في مجال الاشعه التداخليه، واللي مش بس في البروستاتا. يعني انتم اكيد تتابعوا في الدكتور اسامه وفيديوهاته وصفحته. الأشعة التداخلية الآن تعالج في الأورام، في الكبد، تعالج في الغدد، تعالج في المرارة، تعالج في كل يعني بكل سلاسة بدون تخدير كامل، كل الأشياء بالتخدير الموضعي البسيط. وأنا تابعت العملية معهم وهم في العملية. يعني أشكر جزيل الشكر. بنقول لكم حاجة ثانية، يعني الدكتور أسامة الكشف كان ب 800 دينار مصري، بعد سنة ما تغيرش الكشف، قاعد ب 800 دينار مصري. أنا جيت للقاهرة العام اللي فات وفي الإسكندرية
لاحظت التغير في الأسعار عند الدكتور أسامة؟ ما لاحظتش التغير يعني. فأشكر الدكتور أسامة وفريق الطبي مرة أخرى، وأنصح كل من عنده مشكلة من المشاكل اللي يمكن معالجتها بالأشعة التداخلية يحضر الدكتور أسامة وبعدين يتصل بي يعني، أو يدي لي ملاحظة على الصفحة يعني. شكرا جزيلا. أهلا بيك، أنت شرفتنا. إحنا بنعتبر ليبيا جزء من مصر وإحنا حاجة واحدة. شرفتنا دكتور ميلاد، وحمد لله على سلامتك، وبنعتز بيك ونشوفك دايما على خير. شكرا. علاج تضخم البروستاتا بالأشعة التداخلية، الحل والملاذ الآمن. نشوفكم دايما بصحة.